أبناء الإمارات والمغرب جميعا دائما هم متكاتفين من أجل الرقي بهذه العلاقة المميزة بيننا وبين المملكة المغربية، حفظها الله وحفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقنا الله جميعا إلى الرقي بهذه العلاقة الوثيقة، العلاقة الأخوية، العلاقة التي نحن دائما نفتخر بها ونتمنى استمرارها بهذه الصورة عند الأجيال القادمة، وهي لن تنتهي، هي مستمرة. وعلاقتنا وارتباطنا بالمملكة المغربية ارتباط وثيق، ارتباط لا يمكن له انفصام يوم من الأيام، وهم أخوة ونحن معهم دائما في سفينة واحدة ومستمرين بنفس المستوى إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.